يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجنا خليجي من ونون. في كل أسبوع راح تكون لدينا حلقة راح نناول من خلالها أبرز الأمور في كرة القدم الخليجية. حياكم. في قطر تعاقد الاتحاد القطري في الفترة الماضية مع المدرب كارلوس كيروش اللي قام في المرحلة الأولى بأخذ لاعبين من الصف الاحتياطي والمشاركة فيهم في الكأس الذهبية في الكونكاكاف، وبالتالي قدم من خلالها أداء جيد وصل من خلالها إلى دور الثمانية. في المرحلة الثانية الحالية مع التوقف الدولي قام المدرب كارلوس كيروش بالدمج بين لاعبين المرحلة الأولى مع اللاعبين الأساسيين اللي كانوا مشاركين مع المنتخب القطري منذ العام 2019 وخوض مجموعة من المباريات الودية. بدت في ملعب الجنوب مع منتخب كينيا واللي خسر من خلالها منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد سجل العنابي في المباراة قائده حسن الهيدوس. في المباراة الثانية والأخيرة لعب المنتخب القطري بأداء أفضل وتقدم على المنتخب الروسي برأسية أحمد علاء، لكن المنتخب الروسي في نهاية المطاف نجح في تعديل النتيجة. المبارتين كان فيهم تباين في الأداء وكان فيهم إشكالية وكان فيهم حديث كبير بالنسبة للشارع الرياضي، وإذا ما كانت هناك ثقة أو عدم ثقة في إمكانية فوز العنابي بلقب كأس آسيا 2024 والحفاظ على لقبه بطل للنسخة الماضية. والحديث أكثر في هذا الخصوص نستضيف المحلل الرياضي سالم جابر المري. حياك الله أبو جابر معانا، وشلون شفت مواجهتي العنابي ضد المنتخب الكيني وضد المنتخب الروسي؟ يا مرحبا أبو خالد، وحياك الله ونشكرك على هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله احنا نقدم الإضافة المرجوة بإذن الله. بالنسبة لمباريات منتخبنا الوطني الودية استعدادا للاستحقاقات القادمة وأهمها كأس آسيا بعد تصفيات كأس العالم 2026، طبعا منتخبنا الوطني بدأ مباراتين ودية أمام منتخب الكيني وأمام منتخب الروسي. طبعا احنا ما نقدر نساوي بين المباراتين، لأن المباراتين دخل المدرب بتشكيلتين مختلفة. المباراة الأولى دخل بتشكيلة نوعا ما تميل الاحتياطية، المباراة الأخرى أمام المنتخب الروسي دخل باللاعبين الأكثر خبرة والأكثر تمرسا في المباريات الدولية. طبعا المباراة الأولى طبعا كان مفروض الأداء يكون أفضل من كذا، خصوصا احنا خسرنا مباراة أمام منتخب الكيني، لكن المباراة الثانية ظهر المنتخب بشكل جيد وتقدم بهدف مقابل لا شيء وتتعادل المنتخب الروسي في آخر دقائق. أعتقد ان احنا استفدنا استفادة كبيرة من المباراتين هذه استعدادا للاستحقاقات القادمة. هل ما زال من المبكر الحكم على أداء المدرب كارلوس كيروش مع منتخب قطر؟ نعم أنا أشوف أنه ما زال من المبكر الحكم على المدرب كارلوس كيروش. طبعا المدرب يملك خبرة كبيرة مع منتخبات عدة وخبرات في أوروبا في آسيا في أفريقيا، لكن أعتقد أن المحك الحقيقي هو كأس آسيا القادم المقام في قطر، خصوصا حنا حاملين اللقب. لذلك أعتقد أنه ما زال مبكر الحكم على المدرب، مع أني أعتقد أن المؤشرات لحد الآن بشكل عام إيجابية، وبإذن الله نحن نحقق الأهداف المرجوة بإذن الله في الفترة القادمة بإذن الله. تخوف كبير في الشارع الرياضي القطري من التكتيك الدفاعي للمدرب كيروش، هل تشوف أن المدرب كيروش بحاجة إلى تدعيم أكثر بالنسبة لخط الدفاع مثل ما يعمل حاليا؟ أول شيء بالنسبة للأسلوب الدفاعي أعتقد منتخبنا معتاد على ذلك، يعني مع فليكس سانشيز والآن مع كارلوس كيروش، لذلك ما راح نواجه مشاكل كثيرة. الأهم أن المدرب عنده الوقت الكافي لتنظيم الدفاع وترتيبه، فأعتقد وعنده أدوات مميزة، عنده لاعبين يملكون خبرة كبيرة وعنده لاعبين شبان صغار، فيقدر يسوي مزيج بين 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 الخبرة وبين اللاعبين الشبان، ويقدر إن شاء الله بإذن الله يرمم الدفاع قبل كأس آسيا. عندنا استحقاق هام جدا، احنا حاملين اللقب والبطولة مقامة على أرضنا بين جماهيرنا، فأعتقد المدرب عنده الوقت الكافي لتنظيم الفريق وترتيب الفريق إن شاء الله بإذن الله لهذه البطولة الهامة جدا جدا جدا. وأرجع وأقول منتخبنا معتاد على تقريبا الفترة الماضية على الأسلوب بشكل عام الدفاعي، لذلك إن شاء الله ما راح نواجه أبدا أي مشكلة بإذن الله، وما في داعي للتخوف، لأن إن شاء الله بإذن الله نحن أمانة كبيرة على هذا المنتخب في كأس آسيا وفي تصفيات كأس العالم. وشكرا. شكرا لك عزيزي أبو جابر. أنا أظن أنه منتخب قطر عليه تضبيط أكبر قدر ممكن في الشق الدفاعي، لأنه منتخب قطر لما فاز ببطولة العام 2019 كان فعليا فاز فيه لأنه كان دفاعه قوي، هو صمد في أغلب المباراة حتى المباراة النهائية لين ما سجلت اليابان هدف بعد ما سجل عنابي 18 هدف، وبالتالي الفوز بالبطولات المجمعة يعتمد على قوة دفاعك. في المملكة العربية السعودية بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينار وتدريب المنتخب فرنسا للسيدات، ظل منصب المدير الفني للمنتخب السعودي شاغر لفترة من الوقت لا بأس بها، حتى تم التعاقد مع المدرب الإيطالي المعروف روبرتو مانشيني بطل
كاس أمم أوروبا 2020 مع الأدزوري في المباراة الأولى المنتخب السعودي وديا مع كوستاريكا. تقدمت كوستاريكا بهدفين، قلص المنتخب السعودي الفارق إلى هدف، ثم فازت كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. كان في رضا عام عن المباراة الأولى بالنسبة للمدرب روبرتو مانشيني. في المباراة الثانية المنتخب السعودي أيضا تلقى من خلال الهزيمة أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي بداية روبرتو مانشيني مع الأخضر السعودي فيها هزيمتين، علما بأن منذ فوز المنتخب السعودي في الوسيل في كأس العالم كرة القدم على المنتخب الأرجنتيني، المنتخب السعودي فعليا لم ينتصر في أي مباراة دولية لعبها منذ تلك المباراة. الحديث أكثر رحبوا معي طبعا بالمحلل السعودي زهير الشماسي اللي نرحب فيه من خلال هذا الحديث، ونبدأ نسأله. زهير، حدثني عن مباراة المنتخب السعودي مع منتخب كوستاريكا وكوريا الجنوبية في الوديتين الأخيرتين. أول شيء تشرف بالتواجد معاكم، وكل سنة بالتواجد هنا. الحقيقة أداء المنتخب في المباراتين كأداء وليس كنتيجة أمام كوستاريكا وأمام كوريا الجنوبية لم يكن بذاك الإقناع. استقبل المنتخب أهداف من أخطاء يعني خلينا نقول متوارثة، خاصة في العرضيات مباراة كوستاريكا، من الكرات الثابتة أو من العرضيات بشكل عام، يعني هو الداء الرئيسي للمنتخب السعودي منذ الأزل. خلينا نقول فالوديات كما نعلم جميعنا يعني هدفها الرئيسي هو تصحيح الأخطاء واكتشافها والظهور بالمباريات الرسمية بشكل أفضل. فجيد أن أول مباراتين مستر مانشيني مع المنتخب ظهرت في هذه العيوب، خلنا نقول كبيرة نوعا ما وواضحة، كانت دفاعيا هجوميا برضو المنتخب لم يسجل له هدف واحد في 180 دقيقة مع الوصول، وخاصة في مباراة كوريا كان هناك وصول للمرمى لكن يعني لم يكن المنتخب مرضي بشكل كبير لا دفاعيا ولا هجوميا على مانشيني يعني اكتشاف الأخطاء وإصلاحها. نعم نعم. شو اللي ممكن يضيف المدرب روبرتو مانشيني على المنتخب السعودي في المرحلة القادمة؟ يعني مانشيني مدرب خبير بكل تأكيد، متوقع أنه سيضيف الكثير بإذن الله للمنتخب، خاصة أنه يأتي من المدرسة الإيطالية ومدرب خبير يعني. فترميم الدفاع، بناء منظومة دفاعية جيدة كمنظومة وكأفراد، أعتقد أنه يعني هدف أولي مهم جدا. ظهور منتخب بأفكار شجاعة هجوميا وأيضا صلابة دفاعية باعتقادي لا ليس لدي شك، الإضافة الكبيرة الذي سيقدمها روبرتو مانشيني إلى المنتخب. نعم نعم. الأخضر يعاني في الفترة الأخيرة من الناحية الهجومية، هذا بين في أغلب المباريات، ما هو الحل في وجهة نظرك؟ يعني هو صحيح أن المنتخب منذ لقاء الأرجنتين لم يفز في مباراة، يعني وهذا شيء يعني يأخذ من حسبان. هناك قلة في مركز رقم 9 وقلب الهجوم في العالم، كل العالم وليس في المملكة. في ندرة في الأسماء، نعم، ثلاثة أربعة مهاجمين موجودين الآن في المنتخب، وربما لا يوجد إلا فراس البركان كان يلعب أساسي مع نادي الفتح، مع انتقاله الآن إلى النادي الأهلي باعتقاد الجميع أنه سيوجد فرصة أقل، لكن سيتمرن مع نجوم عالميين بإذن الله ويكون قادر على قيادة دفة المنتخب في المستقبل. عبد الله الحمدان نفس الشيء، يعني احتياطي في الهلال، ففي صعوبة الحقيقة في إيجاد مهاجم، لكن حلول الهجومية عند المنتخب السعودي لا تقتصر على المهاجمين فقط، الأجنحة، لاعبين الوسط، الكل يستطيع أن يشارك في تسجيل الأهداف للمنتخب وحتى لاعبين الدفاع. صحيح. شو اللي ممكن يكون أضافه أو يضيفه في المرحلة القادمة دوري روشن، خاصة احنا شفنا الموسم الحالي أبرز انتدابات حتى على مستوى عالمي لصالح المنتخب السعودي؟ القاعدة تقول منتخب قوي، القاعدة تقول دوري قوي يساوي منتخب قوي، فبالتالي باعتقادي أنه وجود هذه النخبة من المحترفين، خلنا نقول من النخب الأول في العالم،
بتأدي بكل تأكيد بتأثير كبير على المنتخب. اللاعبين يحتكون سواء في التمارين أو في المباريات بلاعبين مستوى عالي جدا، بالاعتياد على هذا المستوى ومقارعته والمنافسة فيه، بكل تأكيد مستوى الكرة السعودية والمنتخب الوطني راح يرتفع بشكل كبير، وأنا عندي ثقة كبيرة بذلك. فعلا طبعا أول شيء شكرا لك عزيزي زهير وعلى هذه الإجابات المميزة. المرحلة القادمة بالنسبة للمنتخب السعودي مرحلة مهمة، علما بالمنتخب السعودي بطل لكأس أمم آسيا في 3 مناسبات، وبالتالي بيحتاج أن يقدم نفسه بشكل جيد ويحل كل هذه الإشكاليات. في العراق الحبيب ومرحلة جديدة بالنسبة لأسود الرافدين، المنتخب العراقي مع المدرب الإسباني كزاس اللي فاز مع المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج في البصرة، واللي كان بعد تلك المرحلة مجموعة من المباريات الودية ما زالت أبرز إشكاليتها بأنها غير ثابتة على مستوى التشكيلة الأساسية، وما زال يجرب من خلال عديد من اللاعبين من الداخل والخارج. وكانت أبرز مرحلة حاليا هي المشاركة في كأس الملك في تايلاند، واللي قابل من خلالها في المباراة الأولى المنتخب الهندي، وبعد التعادل 2-2 فاز المنتخب العراقي بركلات الترجيح ووصل للمباراة النهائية اللي قابل من خلالها منتخب تايلاند، وأيضا بذات النتيجة تعادل المنتخبان بهدفين لكل منهما قبل أن ينتصر المنتخب العراقي بركلات الترجيح. أنت لو تقول لي شنو أبرز مكسب بالنسبة للمنتخب العراقي، هي فكرة التعود على الفوز، لأن الفوز يجلب فوز ويجلب أريحية من خلال انتصارات ويقلل من القلق الموجود في الشارع العراقي قبل بطولة آسيوية يحمل لقبها في العام 2007. ولذلك على أساس نتحدث أكثر طبعا عن هذا الموضوع راح يكون معانا أيضا الإعلام العراقي الزميل العزيز عمر قحطان. عمر حياك الله معانا، شلون تشوف الفوز وقيمته ببطولة ودية مثل هذه بالنسبة للمنتخب العراقي؟ شكرا لك دكتور محمد على هذه الاستضافة وسعيد بتواجدي معك. بالتأكيد البطولة قيمتها معنوية أكثر مما هي فنية. في الحقيقة نرى أن المنتخب العراقي توج بلقب كأس ملك تايلاند، طبعا وهي اللقب الأول العربي في تاريخ البطولة العريق، بطولة ليست سهلة في الحقيقة، ولكن الشارع الرياضي العراقي والوسط الرياضي العراقي يجمع على أن البطولة ليست بقيمة المنتخب العراقي ولا تعني شيئا في الحقيقة، وخاصة أن منتخب العراق توج بلقب البطولة بعد تعادلين وليس بتحقيق أي فوز سواء على الهند في المباراة الأولى أو على تايلاند في المباراة النهائية. لكن أكيد لقب أفضل من لا شيء، بطولة ودية معنوية ترفع من المعنويات، قد يكون لها تأثير أيضا في الاستقرار في قرارات المدرب، كذلك في مستقبل بعض اللاعبين. الكثير يرى أن هذه البطولة ستكون نهاية لبعض الأسماء، وقد تكون أيضا بداية لأسماء أخرى قد يعتمد عليها أكثر المدرب كاساس. بالتأكيد لم يقدم المنتخب الوطني في هذه البطولة مستوى مرموق في الحقيقة، ولكن حقق الأهم وهو لقب البطولة، وكما قلنا إنها طبعا بطولة ودية ولكن قد يكون لها تأثير معنوي أكبر على طبعا بالتأكيد على المدرب واللاعبين وحتى على الاتحاد العراقي ليقلل الضغط قليلا على الفريق ككل. نعم نعم عمر، كثير انتقادات وجهت للمدرب كازاس تتعلق بموضوع الشهادات ثم بالأمور الخاصة بعدم استقرار على التشكيلة في المباريات أو البطولات الودية. شلون تشوف هذا الموضوع خاصة أن أحيانا يعمل أرباك للمنتخب العراقي؟ بالتأكيد عندما تكون مدربا للمنتخب العراقي ستتعرض للانتقادات كثيرا وستثار حولك الكثير من القضايا. بالنسبة للشهادة التدريبية تم تثنيت طبعا هذا الأمر، والمدرب الإسباني كاساس لديه شهادة برو معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والأمر في الحقيقة هي زوبعة سرعان ما اختفت عندما تم عرض شهادة المدرب كاساس. ولكن بالتأكيد دائما كاساس في مرمى الاتهامات، دائما كاساس في وجه المدفع، أنت تتكلم عن منتخب العراق صاحب الصولات والجولات، ودائما سقف الطموحات عالي جدا في الحقيقة من قبل الجماهير والأوساط الإعلامية وكذلك من قبل حتى المسؤولين في اتحاد كرة القدم. بالتالي عندما
تحصل بعض النتائج السلبية، وعندما لا ينجح المنتخب بالفوز على الهند وتايلاند، الشارع الرياضي يرى أن المنتخب العراقي أعلى مستوى من الهند وتايلاند. بالتأكيد ستكون هناك انتقادات المدرب كاساس، وخاصة كما قلت أن المدرب في الآونة الأخيرة يجرب كثيرا من الأسماء لا يستقر على التشكيلة، وهو شيء منطقي في الحقيقة، لأنه يعني هناك لاعبون كثر في الحقيقة موجودون في أوروبا في الدوري العراقي. يحاول المدرب قبل بطولة كأس آسيا أن يستقر على بعض الأسماء، أن يعطي فرصة للاعبين أو لكل اللاعبين من أجل أن يصل إلى حصيلة نهائية، وكذلك يختار اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب سواء في تصفيات كأس العالم أو في نهائيات كأس آسيا. بالتالي نعم، يؤخذ على كأساس عدم استقراره على تشكيل معين على أسماء معينة، ولكن هو هذا شيء منطقي في الفترة الراهنة، خصوصا أنها مجرد بطولات ودية، أنها مجرد بطولات وجدت من أجل أن يستقر المدرب على أسماء ويستقر على تشكيلة معينة بحد ذاتها. بالتالي هذه الانتقادات مشروعة، ولكن أيضا ما يقوم به المدرب كاساس مشروع وهو أيضا مبرر له، وفي النهاية المدرب بالتأكيد سيستقر على تشكيل معين وأسماء معينة من أجل أن يختارها في الاستحقاقات المهمة القادمة. هل ما زال هناك إمكانية لالتحاق مجموعة أخرى من اللاعبين بتشكيلة المنتخب العراقي خاصة في المرحلة القادمة؟ ممكن يكونوا آتين من ملاعب مختلفة خاصة في أوروبا. نعم، سيستمر المدرب كاساس بهذه الطريقة، وسيستمر بتجريب لاعبين جدد من أجل كما قلنا الاستقرار على أسماء محددة. والفرصة الأخيرة برأيي ستكون في بطولة الأردن الدولية في الشهر المقبل بمشاركة المنتخب القطري وكذلك المنتخب الإيراني، بالإضافة إلى المنتخب الأردني المستضيف. هذه البطولة ستكون الأخيرة لمدرب كاساس من حيث تجريب اللاعبين الجدد، ومن حيث تجريب الأسماء، من حيث إعطاء الفرص لأسماء معينة طالب الشارع الرياضي بإبعادها. ستكون هذه الفرصة الأخيرة قبيل تصفيات كأس العالم كما قلنا، التي ستنطلق طبعا شهر نوفمبر المقبل، وكذلك قبيل نهائيات كأس آسيا. لا بد من تجريب لاعبين جدد، هناك أسماء كثيرة في أوروبا يريد المدرب كاساس استقطابها. بالتالي هذه الأسماء هي مطلب جماهيري، هم لاعبون محترفون في الخارج، لم تكتمل أوراقهم بعد مثلا، أو مثلا لم يتم تجريبهم حتى الآن. كما قلنا، هذه الفرصة الأخيرة في بطولة الأردن الدولية، سيجربهم كاساس، وفي النهاية كما الكل يتوقع سيستقر كاساس على تقريبا 30 إلى 35 اسما. هؤلاء سيدخلون معسكرا تدريبيا أعتقد في الإمارات قبيل انطلاق كأس آسيا، وأيضا هناك سيكون تجمع قصير في بغداد قبيل التصفيات في شهر نوفمبر المقبل. بالتالي الأمور منطقية نوعا ما، والكل ينتظر الأسماء الأخيرة واللائحة الأخيرة التي سيعتمد عليها المدرب كاساس، مدرب منتخب العراق في النهاية، وسيكون هو المسؤول. وبالتأكيد الفرصة الأخيرة هي ستكون تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر، ثلاث مباريات أو مباراتين، يعني ليست سهلة في الحقيقة، يعني ستكون محاك قبيل كأس آسيا للمدرب كاساس، وسيتم الحكم عليه لأنها البطولة أو المشاركة الرسمية الأولى له بعد تتويجه طبعا بلقبي كأس الخليج في البصرة، وكذلك لقب بطولة كأس الملك تايلاند، التي في الحقيقة يعتبرها البعض أنها مجرد بطولات غير رسمية وليست شرطا أن تكون يعني حكما على المدرب. نعم، شكرا لك عزيزي عمر، ونورتنا في خليجي. المنتخب العراقي دائما أنا في وجهة نظري هو بحاجة ماسة إلى هدوء أكثر، وترك المدرب يعمل بهذا الهدوء مع عطاء بعض التوجيهات. بالتأكيد حالة النقد يحتاجها أكيد أي مدرب وأي منتخب، وإذا كان بشكل إيجابي فبالتأكيد راح تنفع بشكل كبير مدرب كازاس في المرحلة القادمة. وننتقل إلى اليمن السعيد. في اليمن في الأيام الماضية أقيم اجتماع استثنائي للجمعية العمومية الاتحاد اليمني لكرة القدم، لكن هذا الاجتماع أقيم طبعا في القاهرة، وحضر مجموعة كبيرة من الإداريين والإعلاميين لهذا الاجتماع اللي طلع بالعديد من القرارات، أولها
يعني انطلاقة الدوري اليمني اللي راح تكون بإذن الله تعالى في 1 أكتوبر المقبل، واستمرار إيقاف عبد الجبار سلام وأيضا أمين جمعان رئيس نادي وحدة صنعاء، وأيضا المطالبة بالمستحقات الخاصة باتحاد كرة القدم من قبل وزارة الشباب والرياضة في اليمن، والعديد أيضا من القرارات. الإثارة وين حضرت؟ حضرت في المؤتمر الصحفي الخاص بالاتحاد اليمني لكرة القدم وبرئيس الشيخ أحمد صالح العيسي، واللي تحدث في العديد من الأمور، واللي كان أبرزها شن هجوم كبير على 2 من الصحفيين وهم بشير سنان ويزيد الفقيه، وهذا الهجوم كان بشكل كبير جدا، اتهمهم من خلاله بأنهم يعني يمارسون توجيه كبير للشارع اليمني بالهجوم على الاتحاد اليمني لكرة القدم، وأيضا من ناحية أخرى أنهم بالعادة مدعومين أو ممولين. والحديث أكثر صاحب الحاجة عند المثل اليمني معنى بالطلب، والحديث أكثر أكيد راح يكون معانا بشير سنان، هو الشخص أيضا أو الإعلام اللي تعرض للهجوم أكثر. أول شيء حياك الله معانا أخوي بشير، ونبدأ نسألك شلون شفت اجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد اليمني لكرة القدم؟ أولا تحية لك دكتور محمد ولمتابعي برنامجك، ومنيت لكم بالتوفيق الدائم. حقيقة ما حدث في اجتماع الجمعية العمومية ليس بجديد، هو استمرار لمسلسل التخبط الإداري في الاتحاد اليمني لكرة القدم منذ أكثر من 19 عام. كنا نتوقع بأن تكون هذه العمومية دعوة لتغليب مصلحة الكرة اليمنية فوق كل الاعتبارات، ولكن المخرجات وما قبل المخرجات يعني أبانت لنا أن وضع الكرة اليمنية ربما بدأ يدخل إلى مرحلة معقدة، مرحلة قد تودي بالكرة اليمنية إلى التجميد. نتحدث اليوم عن اجتماع يراه الكثيرون غير شرعي، وذلك بسبب التجاوزات والخروقات الواضحة للاتحاد اليمني لكرة القدم، لا سيما في مسألة اختيار المندوبين الحاضرين للاجتماع. يتحدث اتحاد كرة القدم بأن المندوبين هم ممثلي أو الحاضرون في آخر جمعية عمومية منذ العام 2014، بينما ينص النظام الأساسي للاتحاد اليمني لكرة القدم على أن الأندية يحق لها اختيار ممثلها في الاجتماع. قدمت بعض الأندية طلبا للاتحاد اليمني بتغيير مندوبها، ولكن للأسف لم يتم حدوث ذلك التغيير ومضى الاجتماع. وأيضا شاهدنا عددا من القرارات السيئة جدا، بما فيها قرار الخاص بتوقيف الأستاذ أمين جمعان رئيس نادي وحدة صنعاء من مزاولة النشاط أو منعه من دخول الملاعب لمدة 6 أشهر، كذلك التغاضي عن قرار ما يخص أندية صنعاء وترحيل الموضوع إلى يد لجنة المسابقات كنوع من التفاوض ما بين الاتحاد وربما جهات أخرى في العاصمة صنعاء. نعم نعم. عزيزي بشير، في المؤتمر الصحفي بعد الجمعية العمومية فوجئ الجميع بهجوم من رئيس اتحاد اليمن لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي، هجوم كان حاد عليك أنت وزميلك يزيد الفقيه، شلون شفت هذا الموضوع وردك عليه؟ لا أعتقد بأن ما حدث من الأخ رئيس الاتحاد أحمد العيسي في المؤتمر الصحفي كان متوقعا نتيجة للنقد اللاذع الذي وجه للاتحاد سواء مني أو من غيري من الزملاء، لكن ما لم يكن متوقعا أن تكون ردة الفعل بتلك الألفاظ التي تعد أو يعني يصفها الغالبية بأنها خارج سياق الروح الرياضية وخارج العمل الرياضي وما تقتضيه المصلحة العامة من يعني من أن يكون شخصية اعتبارية كما هو رئيس اتحاد كرة القدم، بأن يكون شخصيا في الاعتبارية يعني صاحب كاريزما بالتعامل مع الصحافة على وجه التحديد. شاهدنا اليوم الغضب الكبير الذي صبه رئيس اتحاد الكرة أحمد العيسي على الإعلاميين وخاصة بالذكر بشير سنان ويزيد الفقيه، ولكن نحن كإعلاميين متعودين على استقبال مثل هذه الألفاظ سواء من الشارع الرياضي أو من المسؤولين، حين ننتقد بحدة خصوصا فيما يتعلق بكرة القدم على وجه التحديد. بشير، أساس نختم معاك، المرحلة الماضية بالنسبة للكرة اليمنية كانت مليئة بالإشكاليات والنتائج حتى السلبية على مستوى المنتخبات، وآخرها كان الخروج من تصفيات كأس آسيا تحت 23. شو اللي تحتاج الكرة اليمنية؟ إنها شبعت تقريبا من الهزائم، والجمهور أصبح يعني في حالة محزنة.
فاعتقادي أن الحل لكرة القدم اليمنية هو رحيل الاتحاد الحالي. لا يمكن يعني معالجة ما حدث خلال أكثر من 19 سنة بحلول آنية أو بحلول ترقيعية. اليوم نتحدث عن منظومة بات الفشل الإداري يتصدر عملها على مختلف يعني على مختلف المستويات، وآخرها الجدول الخاص بالمسابقات الذي تضمن فريق نادي اتحاد إب في مجموعتين، وصار حديث مسخرة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي خروج المنتخبات اليمنية، المنتخب الأول والمنتخب الناشئين والمنتخب الشباب ومؤخرا المنتخب الأولمبي من التصفيات المؤهلة للنهائيات الأسيوية للفئات الأربع. عدم وجود الدوري، ما يحدث الآن من اعتراضات من الأندية سواء أندية صنعاء أو أندية عدن وكذلك أندية تعز مؤخرا، حالة من الفوضى العارمة تستوجب تغليب مصلحة الوطن ومصلحة الرياضة اليمنية وكرة القدم على وجه التحديد بتقديم استقالة جماعية لهذا الاتحاد. وأيضا يعني أتحدث عن المنظومة بشكل عام، لا أخص رئيس الاتحاد، ولكن المجلس الإداري للاتحاد كاملا يجب عليهم الرحيل إذا ما أرادوا أن يعني أن يذكرهم التاريخ ويذكرهم الجمهور الرياضي بأنهم قدموا شيء للكرة اليمنية، لن يكون هذا الشيء سوى رحيلهم في ظرف حساس وفي يعني وفي أوضاع سيئة جدا لكرة القدم اليمنية، سواء على مستوى المنتخبات، سواء على مستوى الأندية، سواء على مستوى المسابقة الداخلية. لا نشاط، لا رزنامة نشاط، لا تدريب، لا تأهيل. ما الذي يعني يمكن قوله لكي يشفع لهذا الاتحاد في الاستمرار، وكذلك يعني محاولة التمديد بطريقة أو بطرق أو بأخرى طرق ملتوية عبر يعني عبر منح الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي صورة بأن الجو بديع والدنيا ربيع في كرة القدم اليمنية. شكرا لك عزيزي بشير، نورتنا في برنامج خليجي، إن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة. الكرة اليمنية أظن لو أطلقت بطولة الدوري قد يحل بشكل كبير معضلة العديد من اللاعبين اللي تنقصهم فكرة الاحتكاك حتى على مستوى محلي، خلك أصلا من المباريات التي تقام على مستوى دولي خارجي. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا الأولى من خليجي. لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب، ونرحب طبعا باقتراحاتكم وأفكاركم وآرائكم في هذه الحلقة في الكومنتات. نشوفكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. اللقاء.